كابتن حسام البدري انا مش عاوز يركز مع الانتقادات، لان النهارده اول تصريح شفته لكابتن حسام بعد المباراه انه النقد كان غير موضوعي وغير بناء الفتره اللي فاتت. المفروض كابتن حسام البدري هو عنده مهمه بينفذها، المفروض يبص على الارقام في الاول وفي الاخر، هل انت اديت دورك ولا لا. وهو برضو قال الكلام ده، انا في النهايه بفكر ان انا بعمل الصح للمنتخب وما ببصش للانتقادات. اوكي انا مش عاوزك تشغل بالك اصلا بالانتقادات، يعني ما تحطهاش دايما في جمله مفيده، خليك اشتغل. انت مدير فني منتخب مصر، واخد كل الدعم من اللجنه الخماسيه، ما فيش اي مشاكل متصدره لك. شيء وارد في عالم كره القدم، انت عارف طبيعيه، وخصوصا يعني انه في شخصيه مثلا بيبقى لها رصيد عند الجمهور كبير، وفي شخصيه كابتن حسام ممكن التجربه الاولانيه مع المنتخب الاولمبي ما كانتش ناجحه قوي، فبرضه لسه رصيده كمدير فني منتخب ما كانش لسه جديد. انت بتبني يا كابتن حسام الرصيد دلوقتي، فما تصدرش لنفسك ضغوط طول الوقت، ما تبقاش معيش نفسك تحت ضغط طول الوقت. المنتخب لعب وكسب، وكسب 3-0 وادى بشكل كويس الى حد ما، وفي ظل الظروف الصعبه جدا اللي بيمر بيها.